الحب والعذاب وجهان لعملة واحدة. بكل الحب ما تجيب بوسه قبل ما ندخل جوه. ولسه عندنا اسماس كتير ومكالمات كتير، ولكن خلونا نرجع تاني. نسيت اقول لك الحاجه مهمه قوي. عايزك تفهمين انت هبيتي هنا بس واحده 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 واحده. ها عزيزو، يلا الناس هتعرف ان انا جايب واحده. يلا افتح يلا. ايوه معتز حاضر. انت بتربس ليه؟ ها؟ فيش كنت باكي نام زميلتي في المكتب صاحبي، بس انا واخده على حيبه زي ما فهمتك. ها؟ انا هخش اخد دش على السريع. ها؟ هخش اخد دش معاك. دش ايه؟ ما انا لازم اخش اخد دش معاك دلوقتي. يلا 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 امشي يلا امشي. انت طارق؟ انا حبيت عندك النهارده. اهلا وسهلا. ليه؟ يا باكي يا باكنجهام، ايه انت يا ستي اللي جايه على بيات؟ يا نسا انت حبيتي هنا فعلا؟ ايه في ايه؟ لا مفيش حاجه، بس انا قلت اشوفك تفطري ايه الصبح وكده. بص ايه ده؟ ايه رايك البس ده؟ ايه ده؟ البس ده ولا ده احسن؟ ايه ده؟ ده هيعجبك قوي الحقيقه. انت معاكي تشكيله هايله. طب ما تعملي بقى باترينه هنا للشنطه كده، بحيث اللي معدي يبص على طول من غير ما تتعبي نفسك. ده لسه جاي. كفايه ابوس ايدك. الشنطه دي منفذه على الدولاب ولا ايه؟ ما قلتليش البس ايه يا ستي. البسيهم كلهم، بس يا ريت القصار قدام بقى والطويل ورا. انت حبيتي هنا ليه؟ انا عارف انه سؤال مش من حقي، بس يهمني اعرف الاسباب. انت ليه مش بايته في بيتكم؟ اصل نسيت مفاتيح الشقه. طب ليه ما رنتيش الباب؟ ما خبطتيش الجرس؟ ما خبطتيش جرس الباب ليه بتاعكم؟ ها خبطتيش الجرس ليه بتاعكم؟ ما حصل. حصل بعدين؟ اصل مامي بتروح تلعب تنس في النادي. ها. وبعدين تديها جاكوسي وسونا. سونا؟ ها. بتروح للبيت مقتوله. طب وليه ما بلغتوش البوليس؟ ها بتنام مقتوله. يعني الحقيقه اسباب مقنعه جدا. انت بتتكلم كده ليه؟ اصلا انا عندي برد بدبارح. من ايه؟ بدبارح. من ايه؟ بدبارح. انت غبيه ولا ايه؟ البرد من ايه؟ جالي من ايه؟ جالي كنت قاعد كنت قاعد قدام الدش وبعدين خرجت في الهواء. يا حرام. بعدي مامي. هو انتوا كنتوا تاهين من بعض ولا ايه؟ دي بتاعت التنس. انا عايز اقول لحضرتك. أمال من حضرتك؟ أمال 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 مش عايب ولا ما قدامي يا بنت. مجنونة مجنونة بالحب لازم. مجنونة حبك أكيد. ما استنيتش ليه لما تغني الشريط كله؟ دشك دشك دشك. إيه بقى ما كمل الأول؟ ما قلت لك يا أخي، قلت لك أجي معاك. بعدين وقف. هنا كان في موزة. انت عملت ايه باكينام؟ قطعت امها. هادي. لا السفرية المرة دي طولت قوي، استحليتها انت وعشت هناك. عمدة. وجاي حامي قوي من المطار على الشغل. رايح لك يومين يا اخي بعد السفر. ومفيش وقت. عملت ايه في اللي طلبته منك يا عماد؟ سألت عنها في السجل المدني واكتشفت ان عنوانها القديم هو نفس العنوان، ما تغيرش. عماد انا لازم اوصل لها، لازم اوصل لساره باي ثمن، انت فاهمني؟ هتوصل لها، بس انا عاوزك تطمن نفسك بس، ولا يكون عندك فكر. ها بقول لك، انا اعرف واد قريبي ممكن يخلصنا من الموضوع ده فورا. ايه ظابط؟ لا ده واد شغال في شركه موبايلات، ممكن عن طريقه نعرف عنوانها. هو فين ده؟ بهدوء خليك كول كده. الواد ده اصله قفل شويه. وممكن يعني يحس ان احنا بنرتص ولا حاجه. سيب لي الموضوع ده خالص. اوكي يا مان. انا ركنت فين امبارح؟ ركنت فين انا امبارح؟ لو سمحت بعد اذنك، ما شفتش عربيه سمرا صغيره كده؟ لا ما شفتهاش. شكرا. لو سمحت. ايوه ممكن تعديني؟ اعديك. اتفضل. ما تخافش، فيش عربيه، تتفضل. لا العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. انت مستخبيه. بعدين بقى في الحانه بتوحشها دي على الصبح.
يا ابن الكلب هتدغدغ العربية. خلاص خليك انا هتصرف. في الشماسة الرخص هتلاقيها في الشماسة عندك. تاكس. استاذ صبحي وصل. ثانية واحدة. صباح الخير يا مسعد انت وصلاح. صباح الخير. رحلة سعيدة. اتفضل يا سيدي. هو الاجتماع خلص ولا ايه؟ زي ما انت شايف. طب تفتكر ممكن يعدوه من الاول؟ ما شاء الله يا استاذ. عندك كمين خصم. ليه بس يا استاذ خاطر؟ حضرتك ما حضرتش الاجتماع؟ جاي متأخر مش لابس اللبس اليونيفورم بتاع الشغل. امشي اتفضل. طيب ما هو يحيى لسه واصل معايا برضه. ما تجيبش السلسلة على شانك. يا ريتك يا اخي زي يحيى وبتبيع خطوط زي يحيى. تعالى اتفضل. طب انا ذنبي ايه يا نجوى؟ يعني ان يحيى بيبيع خطوط وهو في خدمة العملاء. طارق يا ابني انا زي مامتك الصغيره، انت شخصيتك جميله بس كلها نقط ضعف نقط ضعف نقط ضعف. انت ما شفتش فيلم سبايدر مان؟ شفته. كان كحروت ومعفن ومرمي جنب الزباله وفجاه. ايه بتجري ليه؟ في ايه؟ مش عارفه دايما بحب اجري في الحته دي. افتكرتك سكرانه على الصبح. امسكي ده. ايه ده؟ سيدي الاغاني اللي انت طلبتي اسجلها لك. ايه ده محرم فؤاد؟ ايوه. طيب ايه مشكله؟ انا طالبه شعبان عبد الرحيم. يا ستي محرم فؤاد من شعبان مش هتفرق، ده فرق شهرين. بيحطيه عندك في الدرج شهرين يقلب شعبوله لوحده. يلا انا على مكتبي. طارق. انت بلطجي، فكر ان انت بلطجي بلطجي بلطجي، انت فاهم؟ سناجو يا ليه سناجو؟ يا لهوي ايه ده؟ بلطجه بقى. بس انا من بعد الفجر هتلاقيني عندك. ايوه من بعد الفجر هتلاقيني عندك. لا يا عم مالكش دعوه بحوافزي، خليك في حوافزك انت. ايوه. ايوه لا مفيش حاجه. طيب انا انت بتشد السلك من عندك ولا ايه يا عماد؟ ماشي بكره ربنا يرزقك بشحن رخم. سلام بقى يا عماد. ماشي بكره عدي عليك. طيب. ايه؟ السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه قال انا جعان قوي قوي. انت ايه؟ انسان. انسان؟ وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعاش. يا بني ادم انت جاي حضانه، انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهوريه نفسي. وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي. جاي عندي ميعاد مع شباب بشر، انت بتسال اسئله غير منطقيه، على فكره انت فوق الفظيع، فوق الفظيع. وانت تحت المريب. بلا تحت المريب بلا تحت الكوبري. خد تعالى هنا. يا بني ادم يا بني ادم انت هنا في بيتي وانا ولا هديك على هتضرب ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انت اسمك ايه؟ من غير ما تستعصم عليا، اسمي بسيوني مراد الحيوان. كمل. كمل ايه؟ ما الاسم خلص. ايه نوع الحيوان؟ الله الله الله، انت بتقل ادبك. انت هتضرب ولا ايه؟ كويس بقى ان انا ما غيرتش هدومي. ها؟ ده انت هتاكل علقه. 26,000 موظف. بيسو حبيب قلبي. معلش اتاخرت عليك. الله معتز. ازي حالك؟ جبت الحشيش؟ جبت الحشيش. امال ايه؟ عيب عيب. حشيش يعني مش اي حاجه. بص دي اللي انا بشرب منها، ودي برضك اللي انا جبتها لك برضك بشرب منها. اسمها ايه دي؟ ترابوره. ايه؟ ترابوره افغاني. سجاير ماشي، كانشا ماشي، غرقانه ماشي، ما تشربش برضك ماشي. يلا يا جدعان. مين ده؟ ما اعرفش، واحد لقيته في البيت ملوش لازمه. لوك 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 لوك. وانا ضغطي عالي. مش مهم كم كام. واحد واحد. يلا يا جدعان مش كل مره تكسفونا. ماله ده؟ ده من عليه بيشجع. ايه ده؟ ده بيرجع. صاحبي. ايوه بس مش صاحبي. ايه؟
حبيبي معلش خلاص يا عم بقى، ما قلت لك انا متاسف. قال لك اسف 100 مره بقى، خلاص بقى. ولو برضه يا معتز انا اتهنت. واقول لك ايه، بعد كده لما تحب تشتري حشيش ما تجيبش الاشكال دي عندي البيت تاني، ماشي؟ تشتري حشيش يبقى روح اشتري من المحل. حازم ده جون فينا يعني، في مصر. اه بس لينا. انت بتشجع ايه؟ واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. نيجيريا قلت لك، انا قلت لك اللي سامحه هو ابصر ايه وما ادري. بتوقع صاحبي؟ هو فين صاحبك ده؟ 14 اكتوبر يا فوق الفظيع، محدش سمع لك صوت ليه؟ ايه بتشجع؟ بترجع؟ رد على صاحب عدل. انا متشكر يا وز عشان انت خدت لي الطاري وربطته. سمعتش حلو قوي. النتيجه كام؟ 2-1. ومين اللي بيلعب؟ مصر ونيجيريا. احنا السود. ها عالية جدا بدنيا فنيا، سجل هدفين، تقدمت اسكتلندا، وتعادلت ايطاليا في الشوط الثاني من خلال الظهير اللي امام حضراتكم جروسو من ركنية فيها متابعة كانت رائعة، يرفع المنتخب الايطالي رصيده من النقاط في المجموعة الخامسة. يا جميلة انت فين؟ في الشغل لسه، خارجة حالا من عند المدير. طب ما تعدي عليا تاخديني ونروح المطعم اللي جنب النادي الاهلي. الفرصة جت. المطعم ده فين؟ ايوه انت في الزمالك. طب يلا باي. جميله ولا اقول لك مش قادره اخرج، ما تيجي نتغدى عندي في البيت؟ طيب خلاص هستناكي. اوكي. ايه الاشكال دي؟ اكيد بتهزروا. طب انا اكلمها على الموبايل. اتصل بيها على الموبايل واشوف. ده انت نسيت الموبايل. اسكت اسكت، شيل الفيش شيل الفيش. انا قفلت. انت بتحكي على ايه؟ مش انا اللي بتكلم. اهو بقول لك ايه، لو سمحت. نعم. في مطعم تاني او كافيتيريا او حاجه هنا جنبكم ولا حاجه غير دي؟ اللي لازق فينا ده على طول هنا كده. يا راجل يا ساتر. ممكن تفهم بعد اذنك؟ لا شكرا. يا ترى هتطلع لي واحده فيهم؟ يا رب تطلع كلهم. ايه الصحراء دي؟ سوري يا جماعه، معلش لو سمحتوا، اللي عامله تليفونها سايلنت يا ريت شغل الجرس. ها انت يا استاذ؟ ايوه اطلع بره لو سمحت. حاضر. ما جاتش ليه بس؟ لو سمحتي، هو حضرتك داخله هنا تعملي ايه؟ اكيد تقصدي المحل اللي جنبنا على فكره. هو ده الشريط اللي بدور عليه. وصفات فتح احلامك يا ريان. ياه ده لازم يكون رومانسي وبيسمع البرنامج بتاعك. اهو خليكي. ميرسي. خلص. طب المواصفات الأساسية؟ يعني يبقى حالم طيب، وأتمنى يعني إنه يبقى جذاب جدا طويل، وياريت يعني يبقى هادي وجريء. هي الحاجات بتروح مني ليه كده؟ طبعا دي كلها مواصفات أولية. إيه الطلبات دي؟ طب لو طلبت منك تختاري لي ده تعجيز واحدة بس، هتختاري إيه؟ الأسئلة دي من بره المنهج. يعني لازم يبقى وسيم. وسيم 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 بس وسيم بس وسيم بس خلاص. عرفت ان انا وسيم.
الشريط حيموتني. معتز معتز انا بتصفى يا معتز. انت ايه شريط 24 ساعة؟ مش فاتح ده. انا فتحت لك باب الكاسيت عملت فيا كده. اما لو فتحت لك باب الشقة هتعمل. ايه يا جماعه؟ يا جماعه انا كنت بلعب معاها على فكره. لا لا واضح ان انت بتخاف من الكلام. ليه ده لذيذ قوي. مين اللي عامل زعلان في الاستفهام ده؟ الدكتور ادهم. المهندس عمر. اهلا وسهلا. وحضرتك دكتور في ايه بالظبط؟ نسا وتوليد. الاثنين مع بعض يعني؟ ولا نسا وتوليد ولا نسا ولا توليد؟ الاثنين قسم واحد. ما تيجي يا حبيبتي تفرجيني الورد اللي انت زرعتيه. يلا حبيبي. يلا ستي. هتيجي نجرب الطياره اللي انت لابساها دي في الشمس؟ نعم. مع بعضينا يعني نحكي مع بعضينا. طيب يا رب. طب ما تيجي انت كمان بقى تفرجيني على المزرعه بتاعتكم دي. طيب يا رب. تعالى. لذيذ قوي. واللذيذ بقى يبقى قاعد مع اللذيذ. ارغي معاها. ها ارغي معاها. حلوه الرنه دي. هاتي ابعتها لك. شايف دي؟ دي البيضه في الصدر. اسمها على اسمي. لا يا شيخ. اسمها ساره محمد المهدي. طب استنى اطلع اجيبها لك. هتوصل الرنه دلوقتي بعد اذنك لو سمحتي. لا لا لا. خد بالك خفيش. اهي وصلت اهي. ايه مالك؟ لا مفيش حاجه. لا مالك في ايه؟ مفيش حاجه. خد بالك. مالك عمر؟ عمر مالك في ايه؟ ضغط شويه. معلش ما تقلقيش. اصل انا عندي عندي مشكلة في الأماكن العالية دي. عندي فوبيا. فوبيا؟ تخافيش دي مش معادية. عمر سارة هتيجوا بقى. ايه ده؟ بابا بينادي. تعالى ننزل. سيبك منه دلوقتي. تعالى بقى يا عمر أفرجك على حتة الأرض الفاضية الحلوة دي اللي ممكن يتعمل فيها حاجات كتيرة قوي. لكن أنا في مخي عايز أبني طاحونة هواء تولد كهرباء للمزرعة. دي فكرة حلوة جدا. ترسمها لي يا باشمهندس. دي فكرة وحشة جدا. فكرة وحشة إن أنا أرسمها يعني. ده دي طاحونة يا عم يعني أي طحان ممكن يعملها زي العمارة كده. أي عمار يعملها يعني مش لازم مهندس. إزاي بقى؟ أمال إيه؟ أنا بحب التخصص. لما أقول هبني يعني لازم يكون في تصميم. طبعا. ولما يبقى في تصميم يبقى لازم يكون في مهندس. أكيد. ولما يبقى في مهندس يبقى لازم يكون في مين؟ مين؟ عمر. حمرة. إيه اللي حمرة بالظبط؟ طحونة. طحونة نعمل طحونة مطولة كده حمرة زي اللي في جامعة الدول دي اللي بقى. عمر. نعم. تعالى نلحق نروح الزريبة. يا ولاد الحقوا الزريبة. يا الزريبة بتتحرك ولا إيه؟ هو مش هيجي معايا الزريبة ولا هنروح نلاقيه هناك؟ يلا. انا بقى يا سيدي مشكلتي اني ما عنديش مشكله اصلا ولا حتى صغيره. يعني بحس ان الواحد لازم يبقى عنده حاجه كده قلقاه وما تخليهوش يعرف ينام. وانا بقى شكلي داخله على مشكله قريب. دي مشكله قويه. يا سلام عليك. ده انت كان لازم فعلا تدخل كليه هندسه. ده انا حتى لو خريج طب بيطري هاجي بتقول ان انت مش عايزه تقوليه. طب كلمهم شوفهم هما فين. مين عينيكي؟ وزه احنا في الزريبه. في الزريبه؟ لا لا ما تفهمش غلط. هي واضح انها بتحب الزرايب على فكره. يلا علي صوتك انا مش سامعك. معلش اصل انا مش ماسك الموبايل في ايدي. امال ماسك ايه؟
مش لازم تعرف على فكرة. لا اتلحلح ولا بحبك، افتح معي حوارات لغيها. هما القاعد ده كله بتعمل ايه؟ بعمل شاي بلبن. قول لها ان انت بتحبها. بتقول ايه؟ اقول لها دلوقتي ان انا بحبها؟ مش سامعك. بقولك اقول لها دلوقتي ان انا بحبها؟ اكتر جاموسه بحبها هنا من ساعه ما جيت وانا حاسس اني احبها. ايه ده في جاموسه على بقك. في اسمه ايه ده، في مسح بقك، مسح بقك، انا تحت. ها بقى قوي. انا بعشق المكان ده. بص حلو ازاي. انت عارف لما ببقى متضايقه باجي اقعد هنا. مين ادهم ده؟ ابن خالتي. طب يعني هو ادهم ده متعود انه يعني يبقى. انت بركز معاه كده ليه؟ ما تنساه بقى. يلا يا ساره انزلي عشان تركبي مع بابا عشان ما يسوقش لوحده، وانا هركب مع ادهم عشان راح ازور خالتك. طيب اوكي. هي ماما لازم تروح تزور خالتك النهارده؟ لازم. خلاص اوكي ان شاء الله بات عندها. ايه الغلاسه دي؟ ايه ده يا ساره، يا ساره، طب والكلب ده مش هروح يزور خالته هو كمان ولا ايه؟ ما تجيب البيت معاك. ها بس يا ساره، يا ساره استني بس. رجب من فضلك طلع الحاجات دي فوق. ها هتطلعي معايا ولا هتخش الاتيليه؟ لا انا هستنى عمر، انا مش عارفه هو ليه اتاخر لغايه دلوقتي. اوكي هطلع انا بقى. كلب لطيف. ايه ده انت ايه اللي بهدلك كده؟ اصلا انا كنت معلي الكاسيت شويه. يلا على جوه. خليه انا ممكن اروح بتاكس يعني مش مشكله. انزلي. ما شاء الله هي كمان نتايه. اصل صحتها تحس انها مديه على ذكر جامد قوي، ذكر جامد يعني. وبعدين بص بتكره الفانيلات موت. طب باي. ساره ممكن اقول لك حاجه؟ قول. مين ادهم ده؟ اولا السؤال ده كتر، وادهم ابن خالتي وماما عايزه اتجوزهولي، وانا استحاله اتجوز واحد ما بحبوش. ومفيش امل تحبيه خالص؟ اصل انا شايف انه شاب لطيف وظريف ورخم يعني. تصبح على خير يا عمر. لا تصبح على خير ايه، ده انا هستناكي هنا لغايه ما تطلعي فوق وتشاوري لي من فوق. طيب اوكي يلا باي. باي باي. يا نسيت اسالها مين ادهم ده. عمر انا قلت انت نسيتيني. فين ساره؟ طلعت مش ساره معتز. طلعت مش ساره. ايوه ما طلعتش ساره اللي بيدور عليها زفت التين اللي اسمه فادي ده. نعم قلت لك 100 مره انسى الموضوع ده. انساه بقى يا اخي انساه. قول لي بس شكلي كده كويس ولا غير القميص ده؟ انا ما كنت عايز اكويه بس انت حاطط المكوى فين يا اخي؟ هنروح لها بقى يا زيزو. ساره وراها عند ادهم في البيت. طب ما ايه المشكله؟ ما انا عارف بيت ادهم ده فين، هروح لها هناك. ساره اتخطبت لادهم. طارق انا اسف بس كان لازم اقول لك. بس انا نفسي اشوفها. طارق انا عايزك تهدى وتسمعني. هنا انت حد جميل قوي، اوعى تعمل زيي والدنيا تاخدك وما تفرقش معاك اي حاجه. هي قالت لي انها ما بتحبش ادهم. لو كانت بتحبك كانت سامحتك. بس انا جرحتها، انا جرحتها يا معتز. ادينا وصلنا اهو. ايه ده بقى، مش عايز توتر؟ هتشوفها فاهم. استنى بقى، استنى انا جاي معاك. رايح فين؟ طالع لساره، طالع لاستاذ ادهم. اقول له مين؟ اقول له طارق الوكيل. طب استنى، اقول له طارق الوكيل. ثواني. انت بتعمل ايه؟ استنى لما تنزل يا عم. هو لما يقولها ما هتخليني اطلع، هي هتخليني اطلع. ما هو محدش بيرد. يعني ايه محدش بيرد؟ ما ينفعش. خلاص يا طارق انت هتخلي مع الراجل. خلاص
يوه انا مش مصدق نفسي. انت هنا فعلا؟ ما تشيل البتاع اللي توقعك دي الاول. انا حلمت بيكي تاني؟ لا والله بجد حلمت بيكي. حلمت بايه؟ حلمت ما انت مش هتصدقيني. قول انت ومالكش دعوه. حلمت انك مسكت ايدي. والله؟ طب اليمين ولا الشمال؟ لا كانت الشمال. بس انا مسكت ايدك اليمين. يعني ايه؟ يعني انا جيت لك المستشفى. لا بجد؟ طب يلا نروح المستشفى. يلا نخرج من هنا. انا كده مرفود. امي كانت دايما تقول ان البني ادم اللي بيقع ده بيبقى بني ادم غبي. الله يمسيها بالخير بقى ويرجعها بالسلامة. الو عايز مين حضرتك؟ عمر ابو الوفا. يا صبري في باب الاسانسير. صباح الخير يا تخين. مش هين عليك تنزل دور واحد؟ مالكش دعوه. بقول لك يا سوستانت مالكش دعوه بيها على الصبح. يا سوستا تعال يا مز. يا اخي احترم نفسك. لاشكال الزباله اللي انت بتجيبها العماره دي. العماره دي طول عمرها عماره نظيفه. صباح الخير. اهلا. صباح النور. اهلا وسهلا. فرصه سعيده. انا كويس الحمد لله. منوره العماره عندنا. ميرسي. اوكي المره دي ماشي. والله انتوا بتتخانقوا بقى ولا ايه؟ الاستاذ التخين عايز ينزل بالاسانسير دور واحد. يا تخين هو بصراحه بقى عنده حق. وانا كمان رجلي بتوجعني يعني. حتى شوف هنزل معاه. حقيقي؟ شفت مش مساله دور واحد. اتفضلي سامه سوس. اتفضلي وادي الاسانسير جه اهو. لا ازاي بقى. اتفضلي اتفضلي. العفو. العمارة ضيقة. العمارات القديمة كلها يعني واسعة قوي مضايقين الأسانسير عليها. أهلا أهلا وسهلا. مبسوط عندها في العمارة؟ قوي. طيب الحمد لله. الحمد لله. وإن شاء الله ناوية تيجي تاني تشرفينا؟ إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله دايما عامل كده. أهلا وسهلا. احنا هنفضل واقفين كده كتير؟ ممكن ندخل جوه لو تحبي. إيه لا لا احنا في الأسانسير. ايه ده ننزل يعني؟ طبعا هننزل. هيجي وقت وننزل ان شاء الله. طيب بس ممكن بعد اذنك الزرار بس. انهي زرار؟ لا انا اقصد الزرار بندوس عليه في النازلين تحت. عشان اطوله بس. بعد اذنك. انا اسف. ده بتاع الانذار. كويس برضه عشان لو احتجناه. استني بس هم لغوا الارضي ولا ايه؟ فين الارضي؟ اهو مرسي على الوقت الظريف. مرسي جدا. اتفضل على السلامة. الفول يا استاذ مادة. الفول. يا صبري انت شايفني مستعجل يا اخي وعندي اجتماع. ايه ده بزيت الحر؟ ايوه وليمون. بس اكيد تحط يعني حطيت كمون. ما حطيتش كمون. هو ده العلوش ده كمون؟ ايوه هو وبصل وطماطم وبتنجان مخلل. طبعا. وايه ده خمس رغيف؟ انت بتستهبل ليه؟ روح هات خمس كمان بسرعه بسرعه. طيب على طول مأخرني كده. شاك عندي اجتماع مستعجل. مستر جون بارك المدير الاقليمي لشركه والت ديزني في الشرق الاوسط هنا في اجتماعه السنوي يعني يحب يسمع آرائكم في زيادة نسبة التوزيع للمجلة. أنت متأكد؟ فضل. دلوقتي أنا عندي فكرة ممكن تخلي المبيعات يعني تضرب في السماء. إحنا ممكن نجوز ميكي لميمي. أنت بترجم بإيه؟ أسكت. متقلقش حضرتك متقلقش. ما إحنا هنجيبها بالتدريج. يعني الاول نبتديها قرايه فاتحه كده مثلا على الضيق في البيت عند ميمي مثلا واخبار حضرتك وبعدين نخش على تلبيس دبل في كتب كتاب في كده في فرح وهالناس برضو تفرح لان الناس بقالها كتير قوي ما فرحتش. فرح ايه يا ابني؟ فرح ايه؟ الله في دي شخصيات كرتونيه هنجوزهم ازاي بس؟ طب وايه المشكله؟
مجدي أرجوك بطل فتي وفزلكة. فيها إيه يعني؟ فيها اقعد فيها إيه؟ اقعد اقعد. اتفضل يا أشرف. أنا شايف إن إحنا ممكن نزود البيع لو زودنا منافذ التوزيع في الصعيد والأماكن البعيدة. يا ولد فعلا، لأن القراية عندهم لسه ليها قيمتها، لأنهم ما عندهمش الكمبيوتر جيمز والتكنولوجيا الحديثة اللي عندنا. كويس أنا؟ قلت حاجة حلوة؟ فعلا الكمبيوتر جيمز مؤثرة جدا، ده أنا حتى جوزي ما بقاش ينام طول الليل في السرير وبقى يلعب بلاي ستيشن. آه هي وجهة نظر برضه، بس عارف حضرتك بتفزلك. حمير حمير كتكونيلة بقى هايم. انت بتترجم له بتقول له ايه يا جدع انت؟ الله الحمد لله انه ما بيعرفش عربي. اسهول سن اوف بيتش والكليو سن اوف بيتش. صحيح صحيح، ده اللي هيودينا في داهية. انا كمان عندي فكرة تانية انا اللي فكرت فيها برضو، انه بطوط وزيزي يلبسوا بدل، يلبسوا دبل. Actually this is a very good idea. والله يا أشرف أنا أفكاري دي لحد مقدرها. يا ابني أنا قلت لك قبل كده إنك موهوب، روح شوف لك ممول واعمل مجلة الكاريكاتير اللي كان أبوك بيحلم بيها. يا عم اقعد على جنب، اقعد على جنب، وأنا هجيبه منين الممول ده إن شاء الله؟ أنت راخ فكرتني، ده أنا في مكالمة مهمة جدا عايز أعملها. سوري يا أشرف بعد إذنك. ولا يهز. ألو أيوة يا داليا يا دبوس، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كلمت كتير؟ معلش بس انا كنت نايم في الاجتماع فما عرفتش ارد. تمام يا حبيبتي. الله صحيح يا بنت، انت مش ناويه بقى تقولي لي اسم الواد ده الحمار ده ابو عينين خضره ده اللي انت ضحكتي عليه وقلتي له ان اللي في رقبتك دي قرصه نحله؟ ها ذكرش. امال هيعمل ايه بقى لو شاف الخربوش؟ ايه ده؟ التليفون قطع وهو على ودني وانا بتكلم. معقوله كده الناس تقول عليا ايه؟ اهبل. بيجي خد بيجي على الزرار فبيقفل. الو ايوه يا دودو، معلش يا حبيبتي الخط قطع وانا بتكلم. دودو مين يا استاذ؟ انا صبري بواب. يا دودو. الجزار جاب الفخده وحطها في الثلاجه. او حاسبيه يا حبيبتي، حاسبيه حاسبيه، بس بقول لك ايه، اوعي يضحك عليكي كده زي الرجاله اللي انت ماشيه معاهم. ماشي معاهم؟ ماشي معاهم يا بيه، ده انا صبري بواب. صبر بواه صبر، انت مش شايفني؟ يلا باي 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 يا دود باي يا دالي. معلش اخضر ها، مش عارف الاخضر راح فين، كان معايا اخضر هنا. لا مدي واحد ولا مدي اثنين مدي ثلاثة. ايه عايز ايه؟ انت كنت بتكلم مين؟ خمسة واحدة كده، واحدة من اللي انا اعرفهم يعني. سبعة واحدة مين يا عم؟ يا سيدي واحدة بروش معاها، عايز ايه بس يا اشرف؟ بتروش معاها لغاية فين؟ طب اسمها ايه؟ اسمها داليا، داليا مسمار، داليا مفك، داليا دبوس. داليا دبوس ليه؟ دبوس؟ انت اكيد تعرفها على فكرة. دي صاحبة ريهام مراتك. بقولك يا مجدي ما تصيعش، على فكرة انا يعني علاقتي بيها مجرد كلام كده وبس، وهي اللي رمت نفسها عليا. لا يا شيخ علي انا شويتين دول. شفت عامل ازاي؟ ايه؟ شفت شعرها وعينيها والدب فيها رصاصة ولبقها وشفايفها وسطها والرجلين بقى تحت اللي عامله زي دبوس الفرخه. اديني موبايلها والنبي يا اشرف، اديني موبايلها. موبايلها ايه؟ مش حد، مش بكلم حد والله. ده البواب، ده صافي البواب. اديني موبايلها عشان خاطري. يا لا انا اللي محتاجها، انا اللي محتاجها. انا عايز واحده تلبس لي قميص نوم، مش بدله كراتيه وحزام اسود. والله الحقيقه كلنا محتاجين كده. لا لا بس برضو برضو يا اشرف برضو ما ينفعش، انت صاحبي وريم صاحبتي. انا منظري ايه دلوقتي؟ خد بالك مراتك كده تقريبا شمت حاجه. يا نهار اسود شمت. وانا لو سالتني هقولها انا صاحبتي. ايوه يا بابا، ايوه حبيبتي. يا بابا انا عندي اجتماع مهم دلوقتي. ها؟ مع المديرين الكبار بتوعي. ها؟ اعدي اجيب الشغاله وانا جاي؟ حاضر يا بابا. اعدي على خطيبها الاول؟ حاضر يا بابا. واجيب بيض؟ لا طبعا هجيب بيض وانا جاي. حاضر يا بابا. ايه تاني يا بابا؟ حبيبي الدب ده تجيب كلاب النادي. ها
ميكس. ازيك يا ممدوح؟ ممدوح مين؟ ممدوح فرج طبعا. انت ناقص لك بس تقولي هاي انتي. نمي نفسك احسن لك. بقول لك ايه، انا جاي اقول لك ان اشرف جوزك متلصم وعلى اخره، لمي الدور يا ريهام عشان جوزك ما يطيرش منك. انت بتدافع عنه ولا عن الست دبوس هانم؟ وانا اعرف دبوس هانم دي منين اصلا عشان ادافع عنها؟ انا عمري ما شفتها اساسا. وبعدين والله العظيم هو حلف لي 100 يمين النهارده انه هو ما اعرف هي اللي بتلاقي حجتها عليه. طب وقرصه الرقبه يا ستي؟ ده كان سؤال بريء منه. بريء برضه. دنيق ارتحتي؟ انا نفسي افهم بس، عايز اعرف حاجه واحده، فين ريهام صاحبتنا الرقيقه اللطيفه الجميله؟ بتعملي ايه؟ لا مش دي، فين فساتينك؟ شحتيها؟ وبعدين كاراتيه ايه اللي بتلعبيه ده يا ريهام؟ ما خلاص بقى، ما تلعبي اي حاجه تانية، ما تلعبي كونكت فور ولا سودوكو ولا اي حاجه من الحاجات دي. بس سيبك مني انا دلوقتي. ناني هاي. انت تعرفيها؟ اه صاحبتي من زمان، وعلى فكره سالت عليك قبل كده كذا مره، معجبه بيك. هو مش مرتبط على فكره؟ لا والله. يا عبيط، امال انا جايباك ليه؟ عشان كده. ايوه تعالي. ايه دي طويله؟ اه هاي يا ريدي. بتعرفها فعلا؟ مجدي هاي. اهلا. هاي ناني. اهلا وسهلا. إيه، انتوا ممكن تروحوا تستنوني في الكافيتيريا تشربوا حاجه لحد ما اغير هدومي واجي لكم. ما تجيش. اوكي اوكي، ما تاخريش. اتفضلي. باي. بنت ريهام انت اجدع واحده من صحباتي. جاي اتفضلي اتفضلي. ايه ده يا بنت؟ اقعدي بقى في الكلب ده. انت ممكن تقولي ناني على الله. ما قلتش. ما قلتش ايه يا ناني؟ اه هقول هقول. حاضر حاضر، اول ما تيجي فرصه هقول على طول. عارف؟ ما قلتش عارف. هقول والله العظيم ومصحف شيف هقول، بس هجمعهم كلهم مع بعض واقولهم عارف ويا ناني وكله. حاضر. انا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص. حقيقي؟ يا لا، انت وفرتي عليا كلام كتير وتفكير كنت عماله افكره من الصبح. طب كويس. بص، مين دول؟ بابا وماما. ما شاء الله طايقت قوي، ربنا يخليهم لك. ماتوا. ربنا يرحمهم. في حادثه طيارة. يا ساتر. بس سبحان الله برضو، انا يعني بابايا ومامتي ماتوا في حادثه برضو، بس في حادثه عربيه. بابايا كان رسام كاريكاتير ومامتي فنانه تشكيليه. ف يعني وخالك برضو اللي رباكي؟ لا انا ما تربيتش. انت انا ايه، عايزاني اربيكي؟ تعرف ان انا لسه جايه من عند دكتور؟ دكتور نفساني. يا ايه يا نانو؟ ايه رحف؟ ايه يا نانو؟ في ايه؟ انت مين اللي قالك؟ هو فعلا؟ ده انا كنت بهزر. نفس ما بقتش بترحم. ايه ده؟ ايه ده؟ الله. طب ايه؟ حاجة تعرف خلاص يعني. اه اه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دي؟ ايه في؟ خد صدر يا اخي، خد. حاضر حاضر خد. حاضر خلاص، خدت واحده خدت واحده. ايه دي يا نيني؟ فين الولاعه؟ انا اسف انا اسف. ايه دي كريان؟ ايه دي يا نيني؟ ايه دي ايه دي ايه دي؟ ابوس ايدي. انا اسف انا ما انا ما وانا يا نهار اسود. الحمد لله انك ولعتيها قبل ما تقع. طب الحمد لله. ايه دي ايه دي؟ لا 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 لا. ايه دي؟ انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. بس اطمن، انا كانثى معليش اي تلافات، جاهزه للتزاوج والتخصيب. تخصيب؟ انا من ناحيه الرحم. رحم؟ تمام تمام تمام. وانت؟ لا انا ما عنديش رحم، يعني انا مش تمام بصراحه. انت مش ملاحظه انك انت بتنطي مراحل لسه بدري عليها شويه؟ في اول قعده يعني. انا بحب البوس قوي. بتحبي ايه؟ البوس قوي. البو يعني؟ انا سمعتها صح. انت بتنطي فعلا. اه بصي، بص يعني تخصيب ومن ناحيه وتزاوج وانسه. ناني اعذريني، انا يا لهوي ده الساعه لازم امشي. معلش انا اسف، بعد اذنك. طب ولو قلت لك اني عندي اربع حسنات في ظهري؟ هيبقوا خمسه لو سبتيني امشي. اواليهم ده؟ لا 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 يا ريهام. لا 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 يا ريهام. اوعى تقولي امك. انت يا ريهام اه اه ايه يا بوندو انت؟ انا مش تفتح. ما جيب الكوره يا اخي. تخين. طيب هجوم. انا بائس، انا حزين، انا متضايق، مش عارف اعمل ايه. جننتني جننتني جننتني.
انا خايف اسمع كلام غاده ما تطلعش بنفس حكمه وبعد نظر امي وخالتي. بنفس حكمه وبعد نظر امي وخالتي. اكيد مش هتطلع بنفس حكمه وبعد نظر امي وخالتي. ايوه كده. سامي انت ايه؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك، انت خنقتها وخنقت نفسك يا سامي يا حبيبي. طول مامك وخالتك بيتدخلوا في حياتك كده حياتك هتخرب. طب اسمع كلام امي بس. ولا امك يا سامي كمان. الله، امك والدتك خلاص يا حبيبي، انت عايز منها ايه تاني؟ غاده هي الوحيده اللي مستحمله الايكو بتاعك ده، ما تطفشهاش بقى. وفين غاده دلوقتي؟ فين غاده دلوقتي؟ فين غاده دلوقتي؟ بس بقى، بس 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 يا سامي، على طول محسسني ان انا قاعد كده مع اتنين تلاته. طب بقول لك ايه، انا هتكل دلوقتي عشان محتاج اني اقعد لوحدي شويه احسن برضه. وانا كمان. بقول لك ايه، انت لازم تقلل السكريات بقى والملح اللي انت بتاكلهم دول. انت ضغطك عالي عالي عالي. خلاص بقى، عليته زياده خلاص. شكلك مش عايز تقبض الشهر ده. انا ماشي. لا يا خالو، انا جاي اهو، جاي اهو يا خالو. وحشتني يا عجل. وانت كمان يا فرس النهر. طب انا مش فاهم الباب ده، انت مش عايز توسع امه ليه؟ بس عشان لابس جاكيت. ايدك يا سامي، ايدك يا سامي. اتفضل يا عمو. مين سامي ده؟ يبقى مين ده؟ عمو مين؟ ما تقلقش، ده واحد صاحبي، واحد صاحبي. بعد اذنكم بقى انا مضطر استاذن. سلام يا سامي. سلام سلام سلام. سلام يا سامي. سلام ورحمه الله. سلام سلام سلام. كتير. ايه العيش ده؟ وانا معدي على الفرن لقيته بيفحفح، فقلت اجيب لك 30 رغيف تعضهم. شكرا. خد بقى ايه؟ فلوس الشهرين. الشهر المتاخر والشهر اللي احنا فيه ده. يشوفك يا خالو يقول يعني جايب لي اراضي مزارع دينا. ده حيلا شجرتين كاكا. يعني دول مش نافعينك؟ نافعني نافعني. خلاص بقى يا خالو، خلاص بقى نافعني. انما ايه الشكل اللي انت فيها دي؟ ابدا، اصل رايح حفله تقبيل بتاع زميلي عبد العزيز. كتبت فيه قصيده عايز اسمعها لك. مش معقول يا خالو، انت من ساعه ما طلعت على المعاش وانت ما راكش غير حفلات التقبيل دي. يعني يرضيك يا ابني ما اقولش كلمتين حلوين في سبايل عمري بعد العشره دي كلها. لا يا سيدي اتفضل سمعنا يا خالو. عبد العزيز صديقي العزيز، كأني افتقدت طاجن لذيذ. طاجن في حزنك مملح، في فرحك كريز. هتحلي كمان. هتفرج يا جردل يا شبشب يا صندل. صندل ده الأستاذ عبد العزيز؟ لا حضرتك طبعا يا خالو. ما هو انا اللي مضايقني، تخيل صحابي قعدوني مع واحده خلل وكمان عايزين يجوزوها لي. هو انا واقع الدرجه دي يا خالو؟ ايوه واقع ولازم تخس. شوف مين اللي بيتكلم. بص من الاخر، الستات يخلفوا ويضربوا فانشروا، لكن ما همهمش غير الراجل السمباتيك، ما بصوش على اي جوانب حلوه تانية في الراجل. انا نفسي في واحده يا خالو، واحده بس تشوف فيا اي جوانب غير الجوانب دي. خالو انا خالو انا جوعت قوي. انت اتعشيت طبعا؟ ها اتعشيت، بس ممكن يعني انا معاك يعني. هنحتاج نجيب عيش تاني بقى ولا ايه؟ خالي انت قلت انك اتعشيت، ما تدوسش في السندوتشات جامد. انا بعض على خفيف يعني. ماشي، كان على خفيف اوكي. بص يا سيدي الصور. بص بابا وماما رفيعين قلمين رصاص بيصوروا في الصوره. يبقى انا بقى طلعت من قالك كده لمين؟ اكيد ليك. لا يا حبيبي، انت الفتره اللي جيت قعدت معايا فيها جيت تقلم دي تنكر؟ يعني انا قاعد في بيت بيبقى فيه سبق ورقب اللحمة المفرومة الساعة 2 بالليل، عايزني اطلع مين يعني؟ تامر هجرس. والله انت عندي احلى من تامر هجرس. بص يا خالو. ايوه. بص الصورة دي. ايوه. ده حمادة السفروت. ايوه. اسمه اصلا حمادة الاسيوطي، بس احنا كنا مسمينه حمادة السفروت. ياما ضربناه على قفاه واحنا صغيرين في المدرسة، بقى رجل اعمال دلوقتي. وايه لما دي عيد ميلاد ده ولا ايه؟ ده عيد ميلاد دينا. واحنا صغيرين، كانت هي في ابتدائي وانا في الاعدادي. صدق اخده. دي الوحيده اللي حبتني، كانت هرياني جوابات عاطفيه. انت ما حكيتيش على حاجه زي دي قبل كده خالص. يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي. انا يا خالو لوني خرايا احسن اللانشون لازق في بقي جامد قوي. ليك حق، ده كمان الجبنه دي حاجه صعبه. شكرا خالو. تصدق بقى خالو ان انا لسه محتفظ بالجوابات بتاع الدينا دي لحد النهارده. ايام يا واد يا الشاعر. عموما انت لسه العمر قدامك، هتحب وتتحب. نقول لي فرد الجبنه الرومي ده. انت ايه، ما جاش وقتك يعني ولا ايه؟ يا راجل يا طحش انت. جه وقتي. امال ايه اللي حصل؟ بس انا زي ما تقول تقلت عليهم. ده واضح انك تقلت قوي يا خالو. بس مش عايزك تقدر تغطي اللي انا غلطتها.
انت عارف ايه المشكله؟ حلها قبل ما العمر ما يعدي بيك والدنيا تتسد في وشك. انا مضطر اقوم عشان التأبين. انا قصير. وجسمك عامل ازاي؟ وعناية سودة. لا بقولك وجسمك. واحيانا ما بسمعش كويس كده يعني. انت عارف انا متخيلك كده شبه مين تقريبا؟ تخيلي انت احسن يا دينا. على حسب ما انا فاكراك كده وانت صغير كان جسمك يدي على احمد عز. احمد رزق؟ لا احمد رزق ايه، احمد عز يعني، بس انا على مقسم شويه. شكلك ايه يا دينا؟ يا ترى شكلك ايه؟ يا ترى شكلك ايه؟ وصلنا. بارك الله. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا يا معلمة. الديناصورات وصلت. اهلا اهلا من بعوار. اتفضلوا اجريان، كلم المطبخ بسرعه خليه يزود. من عينيا يا معلمه. اجري بسرعه اجيب طعمين كمان. خليهم اربعه نشرح. هوا عندك اربعه حلواني. والله يا خالي ما عندكش فكره دينا دي طلعت لذيذه قد ايه. عايز اعرف البنت دي شكلها ايه. هي قالت لي انها بتطلع في الصور زباله. تمام يا رب تصدق، بس ادعي معايا كده يا رب تطلع مكعبله يا رب يا خالي يا رب. بعدين خالي انا موضوع الشكل ده ما يفرقش بالنسبه لي خالص. نفسي هموت واتحب يا خالي. انا اعرف ان الواحد يقول نفسي احب مش نفسي اتحب. ما دي حصلت كتير قوي. ايه الخلو ده؟ انت خلصت الكبده كلها؟ يا ابني هات له كبده. خلصت يا باشا. ما خدتش كبده، انا ما خدتش كبده. اربع كلمات. تاني واحده. تالت واحده. تالت واحده. فيهم ألف ولام؟ في إن من في حاجة اسمها إن. إيه يا عم؟ معلش مش هنكلم مش هنكلم. ماشي. ست موزة. موزة. ليلة القبض على خالتي؟ تاني خالتك؟ أيوة يا بابا. أنا في ميتنج دلوقتي يا بابا. نص لسه هتجوزي. إيه؟ أروح أعزي خالي الشغالة؟ يعني بيتخانقوا في السنبلة وين يا بابا؟ كيف تتخانقوا زوجة عندك؟ هو ده الكلام. قصدك إيه؟ حاضر يا بابا. قصدك تضحك على إيه؟ على فكرة إحنا لسه فيها، أنت ممكن بقى تفضى بقى لمامتك وخالتك. إيه يا جماعة؟ الله على طول كده؟ ده فيلم يعني هتخانقوا عشان فيلم؟ هاي جايز واتس اب؟ اعرفكم يا جماعه. يا مش محتاجين نتعرف. وهل يخفى القمر؟ طبعا حسن. ده ما ورايش سيره غير حسن. جه حسن راح. ازيك يا حسن؟ حسن حسن ايه ميكس يو مين مدحت؟ مش ده حسن بتاع الفيسبوك؟ نو ذس از مدحت بتاع تويتر. انت مش قلت لي انك فاضيه؟ يس هاني يا حسن، ده لسه خيال اون فيسبوك. انسحاب يا كوتش. كده ايه ميكس؟ انت ما قلتليش اعمل ايه؟ حرام عليك بقى. مش تظبطي معايا قبل ما تجيب حد؟ مدحت ويت. مدب 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 اخرس اخرس. ما لو كانت قالت لي كنت ظبطت الدنيا. عايز اسمكم مجدي. عندي ليك مفاجاه فظيعه. انا جايه مصر. بتهزري؟ والله جايه كمان يومين، ولازم انت تبقى اول حاجه اشوفها لما اجي. اول حاجه؟ اول حاجه مش تاني حاجه او تالت حاجه؟ ايوه طبعا اول حاجه. يانا يانا يا تعبني يانا يانا تعبني يا ما بيسيب الباب كده. يا مجدي. ايوه. ايه ده؟ خالي؟ مجدي ما تظلمنيش يا خالي. ولابس كرسي؟ اصل يا خالو النهارده انا لابس كرسي علشان يعني كنت عايز ابان ارفع شويه. اصل يا خالو النهارده دينا جايه من السفر، فانت كنت عايز يعني ابان، انت فاهم بقى يا خالو الحاجات دي. بلاش كلام فارغ. اللي تحبك تحبك علشان جوهرك،
عشان مضمونك. مش مهم عندها في خادك ولا وراكك ولا بس. خلاص 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 عشان عارف الكلمة الجاية هتبقى ايه. اقلع اقلع. حاضر اهو. على فكرة انت لا ناقص ايد ولا رجل، ولو بصيت حواليك هتلاقي عبقرة كتير تخان امثال صلاح جاهين وانا وكامل الشناوي وغيرنا وغيرنا. طيب بقولك ايه، تفتكر يا خالو يعني المرة دي في امل ولا هيتنفض لي كده زي اللي قبلها؟ هتنفض لك برضه. الله، امال عمال تقول لي صلاح جاهين وكامل وانا، امال ايه ده كل الكلام اللي انت قلته ده؟ يلا بس عشان هتجيب لي ديسك. ايه ده بس؟ والله يا خالو عارف انا حاسس في امل، حاسس بخير كده يعني. اصل يعني برضه تقدر تقول لي اشمعنى يعني بعد ما اتكلمنا في التليفون وكده فجأة قررت تغير وتيجي تعمل الماجستير في مصر؟ تمحيك قوي يعني. طيب عين فيها كده. انت حبيتها ولا؟ قوي يا خير. اسمع بقى حتة التأبين دي. تأبين؟ تأبين ايه يا خلو في الجو الرومانسي اللي احنا فيه ده؟ يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، انا متعكنن، انا متحصر، جاي بعزي بنتك سامية يا احسن واحدة بتعمل بامية. مين في المكتب مش متأثر؟ حتى المج بتاعك اتكسر. يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، ده التأبين بتاعها. الله يرحم الله يرحم. طب يا خالو انا لازم امشي بقى عشان الحق الطياره، انا اتاخرت قوي. طيب ما نطش لنا 20 بيضه كده. لا 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 انا بقولك متاخر، مش هينفع يا خالو. عموما انا هطش 20 بيضه. ماشي ماشي. انا نفسي اومليت ولا عيون؟ لا اعملهم عيون. طب خليهم 40 وحط لنا بلوبيف. اكل وانزل بقى، مطار بعيد برضو. ابو نواف اجي. اجي؟ اه. ابو نواف مين؟ جاي من دبي. اه انت مستنيه حد جاي من دبي؟ أوه. يعني عموما هي طياره دبي وصلت خلاص. اجي يعني ابو نواف؟ معرفش والله اجي ولا ما جاش، هو يعني زمانه خارج من هنا. من هنا؟ اه هيخرج من هنا تلاقيش. مجدي. يا رب انا قلت مكعبله. اه بس مش للدرجه دي. عامل ايه يا مجدي؟ ازيك؟ تمام الحمد لله، كويس الحمد لله على السلامه. ولا انا كمان كنت متخيل انك اوزعه كده يا دينا. ايه ده دينا مين؟ انا مش دينا خالص، اصل دينا شنطها اتاخرت وقالت لي اطمنك عليها عشان تعرفها هي لابسه فستان موف مليان ورد كتير كده يا مجدي. الحمد لله. يلا باي باي بقى. خدي 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 تعالي هنا. ها اوزعه انت. امال انت مين؟ انا رباب اللي كنت قاعده جنبها في الطياره وحكيت لي عنك يا مجدي. باي باي يا مجدي. فستان موف وورد، هي دي دينا؟ يا رب هو كده كده مفيش وسط. ابو نواف ظهرك والنبي. ها حكي بحاجه بس. هاي، امال مجدي فين؟ دينا صح؟ اه دينا. مجدي فين؟ مجدي حصل له ظرف كده. حصل له حاجه؟ لا لا بعد الشر، هو كويس كويس بس يعني اضطر يسافر على فجاه. سافر؟ اه جات له حاجه على غفله فسافر على فجاه. على فجاه. يوه. اطمني اطمني، هو قال لي اخدك من هنا اوديك لحد البيت. بس كان نفسي اشوفه. بجد؟ انت مين؟ انا مش مجدي. انا مش مجدي. ما انا عارفه اسمك ايه يعني. عادي. انا هكلم مجدي بقى عشان افهم فيه ايه دلوقتي. هكلمه دلوقتي؟ ايوه حالا. ايوه. لا 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 ثانيه ثانيه ثانيه. ايه؟ اروح الحمام بس. وانا مالي انا؟ ايوه بس ثانيه. انا هتكلم. انا مالي. طيب ثانيه واحده، روح اتكلم دلوقتي. ابو نواف اجي. ابو نواف مين؟ مش دي طياره دبي؟ من فضلك من فضلك، انا بجد مشكلتي. وعشان ده يحصل راقبها من بعيد ومن غير ما تحس، عشان لما تحتاجك تلاقيك جنبها. Thank you.
احس بيه احس بيك ربنا جعان ما فطرتش. خد 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 استنى. احساسك ايه ده؟ ايوه هيكون اللي في بالي. ايوه اللي في بالك. كل سنه وانت طيب. رمضان بكره. بكره؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه متاكد. شافوا العيال؟ ايوه شافوه. العيال مش فاهم انت يا خرام في ايه؟ في ايه؟ انت مش فاهم. بكره بكره. ايوه ازاي يحصل كده ومحدش قال لي ليه؟ نعمل ايه احنا دلوقتي؟ امسك امسك امسك. ايوه بسرعه. ايوه بسرعه. طياره على السوبر ماركت. ايوه روح هات لي 5 6 7 8 9 10 علب فول. وهات لي 40 بيضه. 40 بيضه. 40 بيضه. ايوه انا هصحى لوحدي. طلع بسرعه. خد 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 خد. تاني انا مش مطمن. انا مش مطمن بكره. ايوه انا حاسس ان انا ناسي حاجه. بسطرمه. شفت نسيت البسطرمه؟ لا لا تعال اطلع معايا. ناسي حاجات كتير. تعال تعال مد معاك. مد معايا. رمضان كريم يا تخين. بقول لك ايه يا جدع؟ انت تبطل تقول لي يا تخين دي خالص. فاهم ولا مش فاهم؟ ليه كده يا تخين؟ يا انا سوستك بس برضه بيقول لي يا تخين. ما تقوليش يا تخين دي. اهدى بس اهدى بس يا صاحبي. اسكت انت. ما تقوليش يا تخين دي. فاهم ولا لا؟ مش هقول لك تخين تاني خلاص. بقول لك ايه؟ انت تحشاني الشهر الجاي ده كله. ها بالعيد كمان. خلاص خلاص امشي يا اخي. ايوه ايوه عرفت عرفت عرفت. اهلا وسهلا. عارف ايوه اشرف انا معاك اهو. بقول لك انا طالب الاجازه هتلاقيه على المكتب بتاعي. فين فين في بيضه اهي. انزيم الحظ. النبي اوعى تنسى. سلام سلام سلام. يا ربيع المعيد خلصت. تنزل اي خدمه؟ شكرا 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 يا صبري. شكرا. انت بتعمل ايه؟ بصحب. انت كده هتتعب في الصياعه. اعمل ايه يا صبري؟ اول يوم ده اصلا بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزه. نرفزه. ايوه نرفزه. ايه ده؟ اداه ما كلتش رز. ما كلتش رز. يا كله بكره ماشي. ايه ايه يا اخي يا اخي ايه قاعد تقلقلك تنقلق معايا. معلش معلش معلش. ايه خلاص يا صبري امشي. امشي يا صبري. وبقول لك ايه؟ لما تخش بكره تنضف اوعى تطلع صوت. طيب حاضر. عشان مش عايز اصحى. حاضر. اسمع. ايوه. وما تصحنيش الا على الفطار. خلاص. على الفطار يا صبري. خلاص يا باشا. حط اللي في بقي ده هتفه والله. كان لسه السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. ايه ده؟ انا عطشت وانا لحقت. شو كنت خدت منوم؟ كل رمضان انسى كل رمضان انسى. صبرني لحد اليوم اللي على خير. ده مين السخيف ده؟ اطلع. كويس ان ما كنتش نمت. ايه ده؟ دينا؟ دينا؟ كلمني كعادل. اه كعادل. الو دينا. ايوه عادل ازيك؟ معلش سوري بكلمك في وقت متأخر. لا لا خالص انا سهران وصايم وكل حاجة. اصل في واحدة قريبتنا ماتت وكنا محتاجين لحد معاه عربية عشان نحضر الدفنة. انا والله كلمت كذا حد بس كلهم طلعوا على مارينا. انتوا هتدفنوها في مارينا؟ مارينا ايه عادل؟ الدفنة في الشرقية. هينفع تودينا؟ طب ما ينفعش تدفنوها هنا؟ اكيد لا، هي من الشرقية فلازم تدفن هناك. هتعمل ايه؟ هتودينا ولا ايه؟ البنت بتحب الراجل اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها سندها. اول ما تحس باحتياج هو يبقى اول واحد يجي في بالها. دينا هصحى واكلمك. قصدي افتح البلكونه هتلاقيني واقف تحت. ايه اللي خلاني ارد؟ الحمار اللي راكن هنا كده ده. ايوه ايوه خلاص. اتفضلت اتفضلت.
الحمار برضه. بس كده خلاص. اه حبيبي ظبطت كده. اتفضلي اتفضلي. معلش يا متفضل. اه اتفضلي حبيبتي. في حياتك حياتك الباقيه يا اخويا. حياتك الباقيه. بقالي الليل بقالي. اتفضلي اتفضلي يا ماما اتفضلي. كتر خيرك كتر خيرك يا ابني. لا لا ما تقوليش كده ده انا خدوم ده انا خدوم. كتر خيري على ايه؟ معلش يا عادل هو ظرف مفاجئ كده اصل كانت عيانه قوي. بالعكس دي ماتت في وقتها. فندم؟ يعني ماتت في رمضان في رمضان سبحان الله. الله يرحمه. دي احلى موت احلى موت. معلش تعبناك معانا. ما تقوليش كده ده انا خدوم جدا. اتفضلي 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 زين اتفضلي اتفضلي. كنت عايز اسال سؤال بس هو مش الشرقيه دي على سفر؟ اه. طب يعني الواحد ممكن يفطر؟ ممكن طبعا بس ما احناش راكبين جمل يعني عشان تفطر. يا ستي جمل ولا حصان دي رخصه ربنا حللها يعني. انا اصلا عندي السكر وتعبان فممكن اهبط منكم فجاه في الطريق. سلام. انت اتفضلي بس هجيب اي حاجه كده قبل اللي بيهريه بس وشويه اكل. اتفضلي اتفضلي على طول. ثواني ثواني. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خير امرني. كيس كبير كده لملي فيه بقى ايه شويه شوكولاتات على شويه شيبسيهات على حاجه ساقعه على شويه عصاير ها وعلى ايس كريم لو عندك ولو في سندوتشات حط بس انا جعان قوي عطشان قوي. لا اله الا الله. حاضر بس بسرعه والنبي. حاضر. الو اكلم تريزا لو سمحت قول لها جرجس مش موجوده. طب اكلمها تمام. سلام سلام. خدي خدي يا دينا خدي خدي جبت حاجات لينا كلنا رخصه لينا كلنا ناكل ونقزقز طول الطريق. افتحي لي حاجه افتحي لي حاجه اشربها بسرعه وحاجه كلها يلا. ايه ده صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ كرم ابن اخت المرحومه. اهلا وسهلا. قصدي الحاج كرم هتفطر برضو؟ افطر ايه واحنا مسافرين بجمل ده الشرقيه هنا في الشارع اللي ورانا. هات يا حبيبي خد يا ماما. انا فاطره اكل بس لقمه كده عشان معدي الدواء. اتفضل يا اخي. يا حبيبتي يا غاليه في عند حضرتك برضو ايس كريم الحقيقي بقى قبل ما يسيح. والله ده انا بحبه قوي. اهو شوكولاته. خد الشريط ده شغله لنا مجنون. فضل شريط وده وقت بغنى وراس واحنا رايحين عزا شيخ كرم. استغفر الله العظيم. شغل لنا فضيله الشيخ خلي ربنا يبارك لنا في الطريق. فضيله الشيخ معلش انا ما خدتش بالي. انا اسف. الموت الموت طايحنا طايحنا وهتنزلوا تحت. والله العظيم هتنزلوا تحت. هتشوف الويت يا تارك الصلاة يا فاطر رمضان. ما فطرتش انا هي اللي فاتت. تعبان الاقرع هيفسد عظمك. ملائكة العذاب يا بول الظلام وحدك تحت يا ابن ادم. اخرك متر في متر ونص في 4 متر ونص. ما قالش كده الشيخ. بس هو ليه حضرتك بيزعق قوي كده؟ بيزعق؟ ايوه ده عليه حلاوه الصوت تمس القلوب. قلوب ايه يا كرم؟ ده صوته وحش جدا. وبعدين الدين ترغيب مش ترهيب. ايوه صح صح. لا مش صح. صح. وبعدين انت تفهم ايه عن الدين مثلا؟ ده فضيله الشيخ البهتاني. لا معلش انا درست فقه في الخارج وعارفه انا بقول ايه كويس جدا وجادلهم بالتي هي احسن. لا ده انت فجرت. اوعي اوعي بس يا واد يا كرم لحسن هقول لهم انت كنت بتعمل ايه وانت صغير. خلاص خلاص يا حاجه ارحميني اهو عشان خاطر الحاجه بس. ماشي انت كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ مش هقول. يا اختي روح يا اخي. هو ما بيعرفش يسوق ولا ايه؟ معلش اسف الفرامل بتاعنا. يلا روحوا انتوا مع الستات واحنا نروح نلحق الجنازه ونتقابل هنا. ماشي اوكي. يلا يا حاتم. يا حبيبتي يا غاليه. على مهلك يا ماما. على مهلك. السلام يا اخي. اتفضلي. السلام عليكم. على مهلك على مهلك. على مهلك. حبيبتي يا غاليه. اه يا بطني. اه يا بطني. بطني. انت كاسك الكيس كله. يلا يا بطني. ايوه اتفضل اتفضل اتفضل. البقاء لله. هو احنا بنجري ليه كده؟ مش احنا اللي بنجري، ده النحش طاير. طاير؟ ايوه طاير. المرحومه تهرول الى الجنه. هم هم خلينا نكسب ثواب حملها. حملها؟ ايه ده؟ هي المرحومه كانت حامل؟ حامل ايه يا اخي؟ استغفر الله العظيم. استنينا يا حاجه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ده المغرب. مغرب يا أخي ما تعصبنيش. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم.
بتولعوا كلكم كلكم تولعوا وانا يا رب تولعوا المرحوم المرحوم تولع. عادل معلش انا خبطت لك اليوم جدا، اكيد كان وراك شغل. انا لا خالص بالعكس، ده انا كنت قاعد زهقان والله، وبالعكس انا كان نفسي اجي الطرب جدا خصوصا وانا صايم. عموما تمام الحمد لله كل حاجه حصلت. اتفضلي بقى اتفضلي. لا معلش انا لازم امشي مع بنت عمتي. ايه ليه؟ بقالك كتير ما شفتهمش يعني. سي يو بقى في مصر ان شاء الله. ميرسي يا جميل، باي باي. ايه القلب ده؟ جميل جميل برضو. انا كمالي انا كمالي ومال الشرقيه ومال المرحومه، وفي الاخر ما كانش معايا. ايه ده ايه ده ايه القرف ده؟ انا ايه اللي كان جابني؟ ايه ده حكرم، انت ما رحتش معاهم ليه؟ روح روح معاهم روح معاهم روح معاهم. لا لا مش هروح، لا يمكن ابدا اسيبك ترجع لوحدك مصر. لا ما انا مش حد بمدا والله. بعدين اصلا احتمال انام وانا سايق وبفكر اتقلب، فعشان يعني بعد شر عليك يعني. قسما بالله العظيم اتقلب معاك، مش هسيبك لا يمكن. ماشي حكرم. احنا انت بتشتمني؟ لا ما اقدرش. طب شغل لنا الشريط بقى بتاعك. ايوه كده. ارحمني بقى ارحمني بقى. ها اشرار. نورتنا. ربنا يخليك يا طنط، والله ما كان لي لازمه كل التعب ده. ما كفايه انت تعبت معانا يوم الدفنه. اه جدا. دينا لو سمحتي. ايوه. هو جاب لك حاجه؟ هو ايه اللي هناك ده؟ بتنجان. ممكن. انا ما خدتش بالي، هي مش دي التيشيرت اللي انا جبتها لمجدي؟ صح مش كده؟ اه. وانا عمال اقول واقول واقول فعلا انا شكيت والله، عشان لسه ماسكه من هنا شويه. مش مشكله هبقى اغسلها واديها له. ميرسي ميرسي. الله ده بتنجان مخلل، كان ما كنتش شايفه من عندي كده، افتكرته بلح. والله بس عارفه يا طنط. عارفه يا طنط؟ ايه. واضح ان انت نسيتي تفرمي التوم كويس. والله بس معلش معلش معلش. اه والمكرونه البشاميل دي كمان مالها رخرة؟ ليه بيحطي بالطين على الوش؟ مش بيضه واحده؟ ليه حاطه بيضه؟ ايه ايه مش عاجبك؟ لا لا بس كانت هتبقى احلى بالبيضتين. اه عشان كده اكلت نصها بس. معلش عملته بالهنا والشفا. الله يهنيك. اه ورق العنب. عايز ورق عنب اجيب لك؟ لا لا ده انا هقول على عيب فيه برضه. اسمع يا ابني، انا قايمه اصلي المغرب، لحسن بالشكل ده هتفوتني. هي زعلت ولا ايه؟ خلص المسلسل. هاتي هاتي الدالي، هاتي الدالي على ابو ظبي. الدالي؟ اه سعد الدالي. انت تعرفوش؟ انا سعد الدالي. انت مين؟ تعرفوش؟ معقوله؟ هتقولها هتقولها تشوف. ولا اقول لك استنى، هاتلها هاتلها مسلسل فيفي، مسلسل فيفي بتاع كيداهم، هتلاقيه على 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 نايل دراما. ولا استني لا استني يا طنط، اتفرجي على مسلسل ماجد المصري على نايل كوميدي. هاتي نايل كوميدي، هاتي ماجد المصري. ايه ده؟ انت هتخلص على مسلسلات مصر كلها؟ حلو قوي السنه دي. دينا دينا هو هيفرق لحد امتى؟ الفجر قرب يبدا. من اذنك يا عادل. انت من هنا؟ عادل بقى كده عندي كده. معلش عشان ما تقطعيش بس. طب بسرعه بسرعه. خريش عشان ال منور منور. ربنا يخليك يا طنط، ربنا يخليك. احضر سحور؟ ربنا يخليك، مش عايزين نتعبك. ولا ممكن يا طنط ممكن شويه محشي من اللي كانوا على الفطار دول، لاني بصراحه عديت عليه بسرعه كده ما لحقتش ايه استطعمه. اهو حتى بالمره اقول لك ناقصه ايه وكده. اسمع يا جدع انت، انا طبيخي كل الناس بتحكي وتتحكى بيه. ها يقولوا يا سلام على طبيخك يا حاجه، يا سلام على نفسك في الاكل يا حاجه. ما حدش فيهم يقدر يقول لي نص كلمه، فاهم؟ انت زعلتي ولا ايه؟ انت زعلتي ولا ايه يا طنط؟ وانت مالك انت؟ انا بس كنت عايز افيدك. يلا امسك دي، صاحبي من على الفيسبوك. اوهايو يا بنت الايه؟ ده انت صايعه الصياعه.
جايبايا تاني عشان ما اعرفش تاريخ القذر. تاريخ القذر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. خد تعالى شنو؟ شنو من وين هذا؟ خد يا ورع. هو مجدي كده، هو مجدي طول عمره كده مش مستقر وما بيردش المكالمات وفي كل بلد شويه. طبعا اذنك يا عادل انا اتاخرت عن المحاضره بتاعتي، باي باي. طبعا طبعا، انت عارفه يعني قليل من العلم مع العمل به انفع من العلم مع قله العمل به. ايه ده؟ ايه ايه قلتها غلط؟ دي الحكمه المفضله عندي. لا حقيقي والله. واضح ان بيننا حاجات مشتركه كتير تقريبا. طيب بقول لك ايه، ايه رايك بعد ما تخلصي المحاضره والجامعه نخرج ناكل او حاجه؟ اوكي ما عنديش مشكله، اخلص واكلمك على طول. اوكي عادل معلش انا عندي سؤال، سوري معلش. لا ازاي، اتفضلي. هو انت موقف الياقه كده ليه؟ بس انا بقالها كتير قاعده فقلت موقفها شويه. معلش سوري اتاخرت عن محاضرتي. وحشه ولا ايه؟ ناكل سوا. نروح فين؟ نروح فين؟ الساقيه لا، السمك لا، لا ايوه. الو مطعم انشراح؟ ايوه انشراح، انا مجدي. بقول لك ايه، ركزي معايا لو سمحتي. يا اهلا يا اهلا يا عادل بيه، هجسلك ترابيزتك يا عادل بيه. هما بيعملوا كده ليه؟ اوفر صح؟ شكرا يا شافعي، شكرا شكرا. بصي الترابيزه دي بقى على طول بيحجزوها لي، دي ترابيزتي، تيجي نقعد عليها يلا؟ لا نقعد هنا. هنا؟ اوكي ماشي. يلا اتفضل 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 اتفضل. اهلا وسهلا اتفضل. ازيك يا شافعي؟ ازيك يا باشا؟ قول لي يا سيدي بقى اخبار اللحم المقلقل ايه؟ موجود يا عادل بيه. ماشي هات لنا يا سيدي منه، وعايزين كمان كنت هنسى، هات لنا حنيز. الحنيز اللي حضرتك بتحبه يا عادل بيه؟ ايوه يا سيدي ايوه اللي انا بحبه. موجود يا عادل بيه. طيب هات لنا بقى شويه مجلجل على شويه حنيز وشويه رز كده وفهيصنا. تمام. شافعي مش كده؟ ما تنساش الصلاه طاط. امين. معقوله انت على الجو بسرعه. انت عارف يا عادل دي اول مره اقابل حد في مصر بياكل لحمه مجلجل وحنيز. وانا كمان اول مره اخد بالي يعني او افتكر ان انت ممكن تكوني بتاكل الاكل ده برضه. يظهر فعلا ان في بيننا حاجات كتير مشتركه. ايوه يا عادل بيه. ايوه يا سيدي شكرا. امرني بحاجه ثانيه يا عادل بيه. خلاص شكرا يا شاف، شكرا. اوكي. رهيب رهيب رهيب. ممكن تديني حنيزايه بقى؟ عايزه حنيزايه؟ مني انا؟ طبعا حنيزايه حنيزايه ديك حنيزايه مزايا واحده. افتكرت معلش معلش خديها انت، اصل افتكرت فيه مهم قوي لازم اعملها. طيب سوري مش مهم التليفون دلوقتي. مش هاكل بايدي يعني مفيش مشكله. ايش حياتك؟ بس بس غريبه قوي برضو ان انت يعني بتاكلي كل الكميات دي وما تتخنيش. لا اصل انا فظيعه عندي هيسس، اول ما بحس ان وزني ابتدى يزيد بلحق نفسي على طول. عشان كده اصل انا بتخن بالريحه. قيمتي ضعيفه بس واضح انها غدد حاجه. بس انا عندي حاجه مختلفه عنك شويه. ايه؟ اسمها اراده. سمعت عنها قبل كده؟ لا الحقيقه. دي زي اراده اعمال او كده؟ ايه؟ ايه؟ هزار كده وهز. قلشت منك شويه دي عادي. واضح ان قريبك دمه اخف مني. قريبي مين؟ مجدي. مجدي بيموتني بالضحك، انت مش فاهم مجدي بيعمل فيا ايه؟ حتى في الشاتنج ضحك 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 طول الوقت. في الشاتنج برضه؟ مجدي! 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 ازيك يا ميجو؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ده الحبايب كلها هنا. عاملين ايه؟ يا ولاد الله! تيكو! يا بودا! لا 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 لا، ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ده احنا لسه كنا عند الدكتور فوق دلوقتي. ايه ده؟ ايه يا بوني ده؟ يا بوني ده؟ اتبقى يا رب خلينا نحط طعم اللقمه مش فاهم. الدكتور كاتب لنا على اكل اهو. شبعش ايه يا عم؟ اهو مسلوق وسوتيه وزبادي. لا 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 ما ينفعش كده، ما ينفع. انت يا عم انت انك يا عم انت انت ما لقيتش غير قدام الدكتور وتفتح. الله بقول لك ايه؟ اطهر من هنا ولا دب السكينه دي في كرشك. خلاص يا عم خلاص يا عم خلاص. مفيش اراده مفيش اراده.
وحده لا اله الا الله. دلوقتي يا جماعه انا يعني طلبت منكم ان انتوا تيجوا النهارده عشان انا عايز اقول لكم حاجه خاصه وحساسه جدا بالنسبه لي. دلوقتي يعني انا بعمل كل حاجه في حياتي بصعوبه، ماشي؟ بلبس البنطلون بصعوبه، بلبس التيشيرت بمعجزه، الجزمه على ما البسها يعني اذا شفتها اصلا بنهج، حتى وانا نايم بصحى من صوت شيخي. كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه الا حاجه واحده، الاكل. ده الحاجه الوحيده اللي بعملها بسهوله. ايوه انا 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 علاقتي بالاكل زي علاقه اتنين صحاب، لا صحاب ايه، اتنين متجوزين وبيموتوا في بعض. اه والله عشان كده وفي تلك الظروف العصيبه قررت اني مش هخس.